رج الصوماليات أيه إن مدة وحيلات البناين حنوند كدعة حنيها وحنجرتي إن أنت هذا بدن أي مستقبل كودي حتى كواين مسكو أركتي حني حنون حني برر يا حنيها وكل دير هذا أنت صدنا أما حنون كصدنا وح حلقان كوه حكبتريا إسلام ركان الدودي سعف ما تكوه هي إسبتال كحمر أو كمدة إسبتال هذا هو بتصالها أي مقدشكو يلا إسبتال كأيات دوية رج بدن أو حنون بدن وكوه هي أما عذر بدن كقبي حنيها وحنا دتكاسي أما رجاسي ككل يمادين مقدشو يجوا والله ذا ذلك. إسبيتال كواحة كول قلا. أختارك الرجع إسبيتال كحمر دكتور محمود الناصري. وحنا كنت قصصي عذر هذا الرجع قيبه ذاك الدوان. وحنا كاد وين يا حنون هذا كل عاحنيها. وكان استجو أو شرح يا وحيابها كنا حنو يحنونك استجو دقنينا هذا قدر يا رجع الصوماليات أو سوى نضج السنة يا حنون كان أو شيء إن هلس يكويهن أم هلس أولية. خاصة يعني بالفئة العمرية، الفئة العمرية الشباب، هدول اللي عندهم الحركة الأكثر والأكثر نشاط، اللي والردود اللي بتنجم عن شجار، عن ركوب البسكليت أو الموتور. هذول هذا حين تكون عاوي حيابة وقوم يبسن تدك مركي كجيران حل قد دليار نماذا أما أنت شبابك وقفك يهي وحا وقوم به يبسن إنا حين انت لإلاليو جوك هدي كل دعضو هدي وح هدي ده هدي كسوم مقدان يوح إلى مدى السايم بلد على مدى هاي كم تهاي جوك تاس إن حين انتو كلاو ريكتو خاصة تدك مركي كيري هي شليت بجير يوح كير قف مركو سيبا انت شنيت بجير يوح كير قانقارك انتو نقارين هدي حنون تا حنون دق دق لغا دريمو إنا ساوغول دخسيا بدل لدختار كالاكينو واي وحي دالسان وحين انتا كلاو ريكتو وقفك حتى حين تاس مستقبل كي انو وايو تاسو مركو قفكو قانقارك كيري هاي قانقاري وحي كتن بيا بنوني بالا ديلا ورد بضان بيدالي تكوشيران جوك جوك بضان وحياب بضان بالا لكل ما علامة وقو مهم سن إلا ربعنا لسكي لاليو حيني تو دي اللعضة حد داد حيني تو الله دريما إني براران قفكي لبالي سحيني نيوتو كلا دير هذا برتقيو إيو نب حد داد يو بناك صور ديك ما انتا سو علامة وحي سامي كل يهين حقا حيني تا يا مستقبل كي قادم بي وحا وقو مهم سن قفكا دو سكار قو حنو نضا يا وحي لمدا انو ساو قرد اخسيا بضالي ودفتر قو بوغضو المشفى مباشرة الطبيب هو الأقدر على تقييم الحالي دكتور إبراهيم عبد الله يوسف مدح عافيمات كيس بيتالك حمر أي رجل صومالي وقد جي إن أي دايل سدان حنون كان أو شيء إن مدوين كده بدلك وكسو بتي ما دام رجل أنت بدن أي كبدع يارن إسلام ركانة لبك استا وكسو جاري كرحنيها وحنا الشيء إن حنون كان هديلا دايل سدا ونقوم كرو مد مقد جليني مستقبل كاي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ودكتور إبراهيم ما أنتوا حكى هذي دورنا عنوان كسو أبسن هدي حنين توقف كجوك يكون عضو جوكت حنينك كود عاد نوعي بدن ونقا كرا قفك اسو بنوني ديلا يو جوك دعي كرتو اسو بسكيل راحسن اما باور راحسن وجوكت حنينت يسو غاري كرتا اما لوغو دفتو لوق اما خياوا لميده جوكتاس وخا كدلن كرو وخياوا بدن وخياواس وخا كميده اما قفكو اسكو اركي كرو بر حنينت كو يمادو حنون بدن وزايد او كدريم حنينتا اما la laba iyo matag marka koowaad joogta ku dhacdo isku arko sida darteed waxyaabo badan oo cudurro ka dhalan karo oo ah in xaniinta dhig u fariisto in xaniinta qayb kamid ay dilaacdo in qofka wax la dhahay torsion uu ku dhaco xaniinta ay kala wareegto sida darteed hooyooyinka Soomaaliyeed hadii ciyaalka yar yarka ay marka koowaad banooniga dheelayaan ay joog ku dhacdo waxaa haboon 24 saac ay ugu horeeyso ama 6 saac ay ugu horeeyso in isbitaal degdeg lagu geeyo oo lagu ogaado xaaladda iyo intay gaarsiisan tahay joogtaas ku dhacday waxaan ummada Soomaaliyeed ugu bishaareynaynaa isbitaalka Xamar in 24 saac oo heegan uu idin kugu jiro inuu idin kugu adeego adeegyadiisa kala duwan insha Allah soo dhawaada xanuunka ku dhaca xiniyaha ayaa muddooyinkii dambaba noqday mid ay dhalinyarada Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed aad ugu cawdaan iyagoo qaarkood xataa ay u aadi jireen dalka dibadiisa balse haatan Soomaaliya ayaa la keenay waxaana ku guuleystay in dhaqaatiir ajnabi ah uu keeno waliba ka kala yimid kuwooda ama dalalka ugu wanaagsan dhanka caafimaadka xilligan ay ka howlgalaan isbitaalka Xamar oo ka mid ah isbitaalada Muqdisho ku yaala kuwooda ugu wanaagsan wuxuuna dhaqaatiirta isbitaalka ay si weyn uga digeen in xanuunkan si la yareysto maadaama uu leeyahay halis weyn mustaqbalka raggana uu halis gelin karo ana soo mana Shabeelle TV Muqdisho